ركز معايا دلوقتي ووزن الكلام بالراحة. داليا بنت يسرية التاجي برا وطلبت من خالي محفوظ انه يتجوزها؟ عندك حق، مش مصدقة. انا كمان لما شفت بعينيا ما كنتش هصدق. الحاجات دي ما فيهاش هزار يا حسين. انت هتقرفيني، ما تقومي تبصي بنفسك بس على مسؤوليتك الشخصية. هي ايه المجلة اللي كلها موزة زي؟ هتكلمي مين يا منى؟ ده وقته؟ ده هو ده وقته بالظبط. بقول لك ايه، ما تخلع، روح كل. ايوه صحيح، الاكل حيطلع. يلا. ايوه يا منى. ايه ده اللي عندكوا في باب الخلق؟ حاولي تهدي كده بقى وتاخدي نفسك. انا هدي. لا مش باين خالص بقى انك هيدي. احنا هننزل نروح للمأذون دلوقتي ولا انت مش عايزني؟ انا ما ناسبكش. يمكن انا اللي ما ناسبكيش. داليا، انت في عمر ابني، عارف يمكن لو كنت قابلتك من 20 سنة يمكن الحال كان اتغير، لكن انت برضو من 20 سنة كنت لسه في علم الغيب. فرق السن عمره ما كان مشكلة، وبعدين بيبقى في فرق أكبر من كده وبيحصل. محفوظ أنا بحبك. تعرف الكلمة دي معناها إيه؟ عارف، معناها إني عايزة أعيش معاك عمري كله. أنت البني آدم الوحيد اللي نفسي يبقى جوزي وأب لأولادي. وبعدين عبد الله هيبقى زي ابني. لا، هيبقى ابني. مش انت وانت على المركب قلت يا رب اديني فرصة للحياة تاني؟ انا فرصتك التانية. انا بقى بالنسبة لك حبايبي اول بختك، الشباك اللي بتطل منه على الدنيا لأول مرة. متأكدة ان القرار اللي انت واخداه ده واخداه بحكمة ولا في لحظة طيش واندفاع وترجعي تندمي عليه؟ انا عارفك بقالي شهور، وانا اللي اقدر اقول اني عارفك كويس قوي. طيب مش جايز اللي قدام منك ده يكون قناع ويكون مخبي ورا القناع ده بلاوي متلتلة تقلب الحلم كابوس وتخلي الحب يبقى كره؟ هو انا ليه حاسه ان انا دايسه قوي على كرامتي وعماله اتحايل عليك؟ ولا انت خايف من يسرية تاجي؟ انا ما بخافش من حد، وانت عارفه ده كويس. انا لو خايف، خايف عليكي انتي. انتي لسه حياتك قدامك، أنا حياتي ورا ظهري. يمكن في لحظة أكون فكرت قلت لي لأ، ألحق أمتع نفسي أعوض سنين الهرمان والشقة اللي شفتها، لكن رجعت بسرعة وقلت لأ، عيب. ذنبها إيه؟ ذنبها ايه تعيشها تعبك وحرمانك وشقاك؟ ذنبها ايه تدخلها في مأساتك، تدخلها في بلاويك؟ ليه تعيشها الخريف وهي لسه وردة بتتفتح في أول الربيع؟ أنا مش قاصر، أنا عارفة أنا عايزة إيه. طب هي دي بس إيه كده؟ صباح رباح الصبح نبقى. صبح؟ هو انا هستنى للصبح؟ احنا بجد لو ما نزلناش المأذون دلوقتي انت مش هتعرف لي طريق. بس ايه دي بس ايه دي ايه دي بس ايه اللي حصل؟ طب انا نازل حالا. ليه؟ احنا في ايه؟ كارثه.
في ايه؟ نازل رايح على فين؟ نازل باب الخلق، محفوظ جاب ضرافها زي ما طلعنا سبع سماهي نزلنا سبع برطاس. سيبني يا محفوظ. استني بس، سيبني بس. استني يا داليا، هتنزلي تروحي فين دلوقتي؟ هتنزلي تروحي فين؟ حالك ايه؟ فين يا محفوظ؟ استني يا داليا. طيب مش لاقي الشنطه، يكونش الواد حسن خدها وسافر امريكا؟ والله بعقد الله لو كان خدها. هتعمل ايه؟ هجيب غيرها، انا هشتغل على الشنطه. سيبني يا محفوظ. استني بس يا داليا. استهدي بالله. عايز ايه؟ استهدي بالله، بلاش فضايح. يعني انا بقى عايزه فضايح وعايزه كل الناس تتفرج. خلاص يا ست تعالي اتكلم فوق بهدوء. مش بقولك ايه؟ اسيبك تمشي وانت في الحاله دي؟ انا بقى مش هتحرك من هنا، يا اما على المخزون يا اما مالكش دعوه بيا تاني خالص. يعني هيريحك اني اجي معاك عند المخزون؟ ايوه يلا بينا على المخزون. اهدي بس، اهدي يا داليا، اهدي بس، اهدي. محفوظ اتفضلي معايا يا استاذ داليا. انا مش جايه مع حد في حته. لو سمحت اتفضلي معانا، انت شايفه الوضع عامل ازاي؟ مفيش داعي الناس تتفرج علينا. محفوظ لسه داليا، مدام مصريه ناكد عليا اني ما ارجعش وايدي غير في الباب. لو سمحت اتفضلي، ما تخليش اتبع معاكي اسلوب انت عارفاه ومش هتحبيه. مادام الحكايه وصلت كده بروح معاك. شاكر بيه، انا اطمن عليكي. اتفضلي اتفضلي يا نسمه، اتفضلي اتفضلي يا انس، اتفضلي على عربيتك. يلا اتفضلي اتفضلي كبي، يلا اتفضلي، يلا اتفضلي. بعدين يا محفوظ، شنطك في العربيه، عم فتحي جاي ياخدك لحد المطار، كمان ساعة وحتطلع بيكي طيارة خاصة لحد باباكي في مونريال. حسك عينك، حسك عينك تتصلي بيه أو حتى بيا من هناك. البلد دي واللي فيها تنسيهم خالص، فاهمة؟ ومن هناك شوف اللي انا هعملهولك بالاسم والزلطة ده. انا صبرت عليه زيادة عن اللزوم لحد ما دخل جوه بيتي وكان هياخدك مني، واللي مدي ايده عشان ياخد حاجة مني ومن غير رضايا يستعمل اللي يكره له. يا ابن اللذينة يا نصر، أنا عايز أعرف أنت عملتها إزاي؟ ما تسألش،